بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض في ام اي تي 485 مختارة 3 شابتر 3 الانكونسترايند مالتي فيريت اوبتمايزيشن. هنتكلم في الكوازي نيوتن ميثودز. الكوازي نيوتن ميثودز هم ثلاث طرق، واحده اسمها الرانك 1 ميثود اللي بنسميها بيزك كوازي نيوتن ميثود، وفي دافيدسون وفليتشر وباول ميثود، وفي برايدن وفليتشر وجولدفورد وشانو ميثود. هما ثلاث طرق ماشي يعني اساسيين، هما كلهم منبثقين من نيوتن ميثودز او كوازي نيوتن ميثودز. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده اللي هي الوان رانك ميثود اللي هي سيكشن 7.4 الرانك 1 ميثود، ودي احدى طرق نيوتن كوازي نيوتن ميثودز. طيب هنشوف احنا المعالجه هتتم ازاي من خلال مثال بسيط جدا. او مثال بيقول هنا مينيمايز ماشي الفانكشن ديت اكس 1 اس 4 زائد اكس 1 اكس 2 زائد 1 زائد اكس 2 تربيع، وهناخد الانيشال جاس اللي هو الانيشال بوينت اكس نوت ترانسبوز اللي هي 0 1، معناها ان الاكس نوت هي 0 1 كده 0 1 كده بنكتبها في الصوره دي 0 1. طب ايه الطريقه ازاي؟ الطريقه عادي جدا، بنجيب الجي. ايه هو الجراديانت؟ الجراديانت يعني ايه؟ بفضل الاف بالنسبه لاكس 1 احطها في الصف الاول، وافضلها بالنسبه لاكس 2 احطها في الصف الثاني. يلا بينا، هنفضل دي بالنسبه لاكس 1 يبقى 4 اكس 1 تكعيب. ايوه والله، تفاضل اف بالنسبه لاكس 1 ده في الصف الاول، لان ده عباره عن كولم، كولم عمود ماشي، في صف وهنا في صف بس، يعني ده عباره عن 2 باي 1 ماتريكس. طيب هنفضل بالنسبه لايه؟ لاكس 1. يلا هيبقى 4 اكس 1 تكعيب. طب هنا هفضل بالنسبه لاكس 1 اكيد ده 5 اكس 1 اكيد ده معامل، يبقى اكس 2 وده كله اكس 2 يبقى 0 مفيش. خلاص بعد كده هنفضل هنا بالنسبه لمين؟ هنفضل دوت بالنسبه لمين؟ خلي بالكم معايا، خليكم معايا في الكتابه بالازرق ماشي. هنا هنفضل بالنسبه لمين؟ لاكس 2 ده 0 ولا ده اكس 1؟ بالنسبه لاكس 2 يبقى ده معامل، يبقى اكس 1 هيبقى هنا ايه؟ اكس 1 اهو. طب ودوت بقى هتنزل لل 2 بالازرق، خليك معايا بالازرق. 2 هتنزل ويبقى هنا اس 1 ويبقى 1 زائد اكس 2 في تفاضل الاكس 2 هنا 1. وانا فككها لك هنا بقى بالاخضر، يبقى اكس 1 2 في 1 ب 2 و2 اكس 2 اهي. خلاص؟ طيب بعد كده بقى هنجيب حاجه اسمها، لاحظوا دي كام صف؟ صفين، يعني بنسميها ايه؟ ام ب 2 يعني 2 روز. فمحتاج الايدنتيتي ماتريكس اوف اوردر 2 باي 2. فبجيب اس 2، اس 2 يعني الاي 2. الايدنتيتي ماتريكس، الايدنتيتي ماتريكس اللي هي تتضرب في اي ماتريكس تجيب ايه؟ بتجيب كام؟ هي هي زي بتلعب دور الواحد في الارقام، زي بتقول واحد في خمسه بخمسه، واحد في سته بسته، هي برضه الايدنتيتي ماتريكس تتضرب في اي ماتريكس تجيبها هي هي. يعني مثلا هي اي 2 تبقى هنا واحد هنا واحد هنا 0 0 معروف. لو اي 3 هتبقى 1 0 0 0 1 0 0 0 1 معروف. يعني لو كانت اي 3 هتبقى ايه؟ 3 وحايد وباقي اصفار. هنجيب جي نوت، جي نوت يعني ايه؟ يعني اعوض هنا بالنقطه 0 1 اهي، هتحوض هنا ب 0 تبقى 0 وهنا ب 1 تبقى 1، هنا اكس 1 ب 0 تبقى دي 0، 2 في 1 2 و2 4 اهي. دي الجي نوت، خلاص؟ بعد ما جبنا الجي نوت بقى بنكون كولم ماتريكس بتيجي ازاي؟ هي دي نوت، هي ناقص اس نوت في مين؟ في الجي. ناقص اس نوت، خلي بالكم. ناقص اس نوت يعني احط ناقص، ادي الاس نوت الايدنتي ماتريكس وادي دي. طب دي هتخش على دي هتجيبها زي ما هي، وتضربها في ناقص تبقى ناقص 1 ناقص 4، ناقص 1 ناقص 4. وبعدين انتوا فاكرين بقى زمان الفاي كي عباره عن مين؟ الفاي كي، الفاي كي عباره عن مين؟ الفاي كي الفا، هي عباره عن اكس كي زائد الفا في مين؟ هتبقى فانكشن في الفا. بنجيب منها الالفا بتاعتنا. ماشي؟ بنجيب قيمه الفانكشن عند الاكس كي، يعني عن الاكس في الكي اتريشن. فانا لسه ما عملتش اي اتريشن، عندي اكس نوت، فهحط الفا نوت او هنحط اكس نوت. هيبقى فاي نوت الفا، هي عباره عن الاكس نوت، والاكس نوت معروف. الاكس نوت هي مين؟ 0 1. طيب والالفا عايزين نجيبها، والدي نوت هي مين؟ 1 وناقص 4. اهي الدي نوت 1 وناقص 4، بس اكتبها كده. الاليمنت الاولاني بيجي من الاول مع الاول، الاول 0 وهنا ناقص الفا يبقى ناقص الفا. طب الاليمنت الثاني ها هيبقى الواحد ناقص
او واحد ده ناقص 4 الفا اهي، يبقى دوت بيلعب دور اكس 1 وده دور اكس 2، وروح عوض بيهم فين؟ في الفانكشن الاصليه. يلا بينا هنعوض بيهم، هيبقى ده اكس 1 يبقى اكس 1 اس 4 يبقى اكس 1 اس 4 ناقص او زائد هنا اكس 1 اكس 2 1 ناقص 4 الفا ماشي، وهنا هيبقى ايه دوت اكس 1 زائد اكس 2 1 زائد ده 1 زائد اكس 2 يعني 1 زائد 1 يبقى 2 2 ناقص 4 الفا الكل تربيع اهي ماشي. طب عايزين بقى نفك ده، يلا بينا نفك. هربع الاول ناقص الفا في 1 بناقص الفا، وهنا بقى حضر ناقص الفا في ناقص 4 تبقى زائد 4 الفا تربيع، هب هنا زائد 4 الفا تربيع اهي 4 الفا تربيع خلاص. وبعد كده هنا ناقص 16 الفا، وهنا عندي كام؟ ناقص 16 وهنا 16 الفا تربيع اللي هو ايه بقى؟ بص معايا هنربع دوت وهنربع ده وده في ده في 2 تربيع الاثنين 4 اهي خلاص، وتربيع دوت 16 الفا تربيع اهي. وبعد كده ده في ده في 2 2 في 4 8 في 2 ب 16. هنجمع الفا وال 7 مفيش غيرها، الالفا تربيع ايه عندك هنا 4 و16 يبقوا 20 اهي 20 الفا تربيع. الالفا عندك هنا ناقص 16 وعندك هنا ناقص 1 يبقى ناقص 17 اهي خلاص، ناقص 17 الف وهنا زائد 4 دي الفا نقطه. احنا الهدف بتاعنا بقى ايه؟ ان احنا نجيب الايه الكريتيكال نمبرز اللي بيحصل عندها المينيمايزيشن خلاص. طيب عشان ونشوف هل هي كونفكس ولا مش كونفكس الايه الالفا ده بلاش، تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. هنجيب الفا داش، الفا داش بقى هتفاضل ديت، انت عندك هنا الفا اس 4 هتبقى 4 الفا تكعيب. طب هنا 20 في 2 40 الفا ناقص 17 دي معدل الدرجه الثالثه. هتروح للكالكوليتر موت 5 كاتب لك هتعملها ازاي؟ موت 5 4 لان معادله تكعيبيه، هيطلع لك جذرين كومبلكس اثنين كومبلكس هتلاقي فيهم اي، ابعد عنهم مالكش دعوه بيها، شغلنا كله ريال، شغلنا كله في الريال نمبرز، يبقى هنروح هناك كومبلكس نعمل بيهم ايه؟ مالناش دعوه بالكومبلكس خالص. اوكي يبقى هتطلع لك واحده بس ريال، يعني واحد يوت من الايكويشن دي ريال، هيطلع كام؟ هيطلع 0.4177 ماشي بلا 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 ماليش دعوه، يبقى 417 لا يبقى 418 تقريبا، يبقى 0.418 هو ده الوحيد اللي طلع ريل نمبر، هو الوحيد الريل نمبر هناخده خلاص. هنجيب الفا ده بالداش هيطلع موجب، يبقى لما يطلع موجب ده موجب ايه؟ مفيش حتى نقط فيه بيبقى سالب، بيبقى ريستريكتلي كونفكس، يبقى الفاي نفسها الفاي اصلا ريستريكتلي كونفكس لان الفاي دبل داش ايه؟ الفاي دبل داش بوزيتيف لان حاجه تربيع زائد حاجه تربيع بلس حاجه بتتربع وزائد، يبقى استحاله حتى مش توصل زيرو تبقى ريستريكتلي كونفكس، خدت بالكم؟ يبقى ايه؟ ريستريكتلي كونفكس. طيب والفاي الفاي الفا هاز 1 جلوبال، يبقى ليها 1 جلوبال ايه؟ على حسب النظريه لما تكون ستريكتلي كونفكس يبقى ليها ايه يا جماعه؟ هيبقى ليها ايه؟ جلوبال مينيمايزر اللي هو الفا نوت اللي احنا جبناها دلوقتي اهي، هيبقى الالفا نوت بتاعتي هي الرقم ده اهو، هي دي الالفا نوت بتاعتي. حلو بعد كده جبنا الالفا نوت وتبقى دي جلوبال مينيمايزر ماشي. هنجيب بقى حاجه اسمها دلتا نوت، ولاحظوا الفرق بين الدلتا والاس، الدلتا بتبقى مقفوله كده يعني بص الدلتا بتبقى مقفوله كده كده وهنا قافله كده، الاس بتبقى كده ما تتلخبطوش خلاص عشان بقولها واكد عشان ما نتلخبطش. بنجيب بقى الخطوه اللي بعديها بنجيب الدلتا نوت، انا ماشي معاكم خطوه خطوه ونحط السكيم قدامكم وامشوا بقى معايا. ايه بقى الدلتا نوت؟ احنا عندنا الدي نوت، جبنا الدي نوت اهي اهي الدي نوت اهي فاكرينها؟ طيب الدي نوت اهي همسح بس دي عشان ما تلخبطناش الدنيا، انا عندي الدي نوت اهي جميل جدا ادي الدي نوت ادي الدي نوت هضربها في الالفا نوت اللي انا جبتها، الدي نوت اهي ناقص 1 وناقص 4 اهي، هضربها في الايه في الالفا نوت اللي انا لسه جايبها يبقى دي هتتضرب هنا وهتتضرب هنا هيجي لك دوت، يبقى الدلتا نوت اهي هكتبها لكم هنا عشان تبقى واضحه قدام عينينا اهي. الموضوع سهل جدا 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 بس تحفظوا الخطوات، هيبقى هنا ناقص 0.418 اهي، وهنا مين؟ هتبقى هنا كام؟ هتضرب دي في 4 هتبقى ناقص 1.672 672 اهي، دي مين؟ ديت اللي هي الدلتا نوت، الدلتا نوت خلي بالكوا دلتا غير اس
خلاص. بعد كده انا جبت الفيرست ايتريشن اكس 1، وصلنا لاكس 1 خلاص. الاكس 1 تبقى مين؟ الاكس 1 هي الاكس نوت زائد الدلتا نوت اهي، هتبقى اكس 1 ماشي. الاكس 1 اهي هتساوي 0 1 اهي زائد الدلتا نوت اللي انا لسه كاتبها اهي، ناقص 4 ناقص 0.418 وهنا ماينس كذا كذا. اجمع، هتجمع الاول مع الاول والثاني مع الثاني، يبقى انت كده جبت اكس 1 خلاص. يبقى احنا كده جبنا مين؟ اكس 1. بعد ما جبنا بقى اكس 1 لو عايزين نعرف احنا وصلنا للريكوايرد، لو في مدين تيلتل يعني تولرنس معينه، يعني عايز الايرور في وزن حاجه معينه، اجيب الدلتا نوت دي واربع ده واربع ده واخد الجذر. لو طلع اقل من مثلا اللي هو عايز مثلا 0.01، لو اقل يبقى خلاص يبقى هي دي الايه وصلنا. يعني لو هو مش مطلوبه يعني بجيب النورم، النورم بتاع ده لا هربع دي واربع دي واخد الجذر اللي طالع. لو طلع مثلا لو انا عايز التولرنس مثلا 0.02، لو اقل من 0.02 خلاص يبقى انا وصلت. لكن احنا ايه يعني هو مش طالب حاجه زي كده، بس بقولها لو طالب. طب دلوقتي بقى عايزين نكمل الشغل عشان نجيب خش على السكند ايتريشن. احنا كده دلوقتي جبنا كل حاجه عندنا، ويا ريت نكتبهم كده على جنب عشان همسح بقى الحته دي خلاص، وعشان نشتغل في المنطقه دي. هنشتغل هنا في الجزء اللي جاي، همسح كل ده بقى خلاص كده، همسح ده عشان نشتغل في الحته اللي جايه دي. عندنا كل حاجه ماشي يا ابطال، عندنا الجي نوت وعندنا الدي نوت وعندنا ايه. طيب بص بقى هعمل ايه دلوقتي، هنجيب بقى جي 1، هنجيب بقى ايه جي 1، هنبتدي نخش على نجهز نفسنا للسكند ايتريشن. احنا كده جبنا اكس 1، كان عندنا اكس نوت جبنا اكس 1، هنبتدي نجهز نفسنا للسكند ايه ايتريشن. هنكون المقادير التاليه ماشي، زي ما مشينا هنا بالظبط. هنجيب بقى بدل مين جي نوت، لا هنجيب جي 1. طب جي 1 تبقى ايه؟ اهو جي 1 اهي، جي 1 جي 1 يعني هي الجي عند الاكس 1. طيب حلو جدا، الجي عند الاكس 1، الاكس 1 جت بكام؟ ناقص 0 بوينت كذا كذا. طب والجي كانت بكام؟ الجي كانت هنا ما ننساش، طب قدامنا ونعوض فيها عشان بس نفتكر احنا هنمشي ازاي. الجي كانت اهي، نفتكر مع بعض، الجي اوف اكس كانت اهي، الجي اوف اكس نفتكر مع بعض كانت عباره عن 4 اكس 1 تكعيب ماشي زائد اكس 2، وهنا عندنا اكس 1 زائد 2 وهنا 1 زائد اكس 2 لو تفتكروا معايا. كانت هنا دي الجي. طب واحنا عندنا الاكس 1 جت بكام؟ الاكس 1 او الاكس هو الفيرست ايتريشن، الاكس جت بكام؟ اللي هي اكس 1 اللي هي ناقص اهي قدامنا اهي يا جماعه، ناقص 0.418 ناقص 0.418 وهنا عندي كام؟ 0.6 0.6 ماشي 7 دقيقة. طيب حلو قوي، الاكس 1 دي بقى الاكس 1 دي اكس 1 ودي اكس 2، هعوض بالاكس 1 بدي والاكس 2 بدي خلاص، وبالكالكوليتر هيجي لنا بقى مين؟ جي 1، هتجي لك بقى الجي 1 اهي اهي. هتعوض هنا، هتشيل اكس 1 دي هتحط دي، واكس 2 تحط دي، واخد بالك؟ وهنا برضه هتشيل اكس 1 تحط دي، وهتشيل اكس 2 وتحط دي وتعوض، هتجي لك جي اكس 1 هتطلع ناقص 0.9 0.9964 خلاص. وهنا واللي تحت لما هتعوض هنا بدي اكس 1 وديت اكس 2 هيطلع لك كام؟ 0.238 0.238. يبقى انت كده جبت جي اكس 1. هنا اكس 1 عشان كده بعمل اكس 1 جوه براكت، لان اكس 1 دي فيها اكس 1 واكس 2، فيها تو كومبوننتس اللي هم دي اكس 1 بتاعتها في الاكس 1 دي، دي الاكس 1 بتاعتها ودي الاكس 2 بتاعتها، فبتعوض دي مكان اكس 1 وبتعوض دي في مكان اكس 2 في كل واحده، دي مكان اكس 1 وتحسبها لي هيطلع لك المقدار ده. طب بعد ما جبنا جي اكس 1 هنجيب بقى مين؟ هنجيب حاجه اسمها الجاما نوت. حاجه جديده بقى اول مره نسمعها. ايه بقى الجاما نوت؟ هي الفرق بين الجي 1 والجي نوت، هي جي 1 ناقص جي نوت. احنا جي 1 جايبينها،
هي جي واحد ناقص الجي نوت. طب جي واحد هيك. طب والجي نوت كانت فين الجي نوت؟ بص اهي الجي نوت اهي 1 و4. يعني هتقول نفس العمود ده نفس ده هو هو نفس الجي واحد اهي هتنزل دي هنا ناقص الجي نوت. الجي نوت ده مين؟ 1 و4 دي هتنزل هنا يبقى ده ناقص ده وده ناقص ده نفس دول حطهم وهتجيب الجي نوت. يلا بينا خلاص. يعني تبقوا فاهمين الطريقه يا جماعه سهله جدا. الجي نوت دي هنزل هنا اهي يعني هنزل هنا 0.238 وهنا ناقص 0.9964 بس هيبقى ده الجي واحد وده الجي نوت. الجي نوت اهي لسه قدامنا على السبوره اهي. يعني هنعمل ده ناقص ده كل حاجه قدامنا يا جماعه واخدين بالكم. يبقى احنا كده ايه جبنا دلوقتي مين الجي واحد ناقص الجي نوت تيجي جاما نوت. خلاص جاما نوت جت لان دي عمليه طرح. جاما نوت هتقول ده ناقص واحد ماشي خلاص. هتبقى احنا كده جبنا مين؟ هيبقى احنا كده جبنا الجاما نوت ماشي. هتبقى ناقص واحد بوينت كذا لان ده ناقص واحد هتبقى ناقص 1.964 وهنا دوت ناقص 4 هتبقى ناقص كام؟ 3 هتبقى ناقص 3 بتقول ده ناقص ده هتبقى ماينس 3.862 862 اهي كده انت جبت الجاما نوت. طيب بعد كده هنروح للقانون ده ماشي. القانون مهم قوي بنجيب منه حاجه اسمها دلتا واحد. احنا كان عندنا دلتا نوت فاكرين؟ الدلتا نوت كنا جبناها فاكرين؟ لا هنجيب بقى حاجه اسمها الدلتا واحد بالقانون ده. عمليه تعويض بسيطه دلتا واحد تساوي عشان منها نجيب دلتا كي. هتبقى الدلتا نوت اللي احنا عندنا الدلتا نوت فين؟ اهي اهي موجوده خلاص. وعندي هنا فراكشنال بارت هنكتبه هنا زائد اهي كسر كده جميل وهنفهمه مع بعض ماشي. هنا الدلتا نوت ماشي ناقص اس نوت. بصوا خلي بالكوا دي اس واس نوت عندنا جاما نوت اللي انا لسه جايبها دلوقتي اهي هنا دو كل ده هو هو خلاص مضروب في هو هو ترانسبوز هو هو بس ترانسبوز. هيبقى هنا دلتا نوت ناقص اس نوت جاما نوت ترانسبوز هو هو. تحت بقى مين؟ الجاما نوت دي ترانسبوز يعني بدل ما هي صفحه تبقى عمود. جاما نوت جاما نوت ترانسبوز مضروبه في مين؟ نفس المقدار ده هو هو. دلتا نوت ناقص اس نوت. لاحظوا الفرق بين الاس والدلتا بتلخبطوا فيه. وهنا مين؟ جاما نوت اهو. خلاص؟ كل حاجه عندي هعوض فيها تعويض مباشر. اوكي؟ واضحه الفكره يا جماعه؟ تمام؟ الامر بسيط جدا مفيش فيه اي مشاكل خلاص. التعويضات بقى دي هنبدا فيها ان شاء الله في المحاضره القادمه ان شاء الله. احنا يعني وقفنا عند دي طبعا احنا ممكن بعد كده لو قلنا هنا اس دلتا 2 هتبقى هنا ايه؟ هنا 1 2 يبقى هنا 1 1 1 كل دول 1 هنا 1 يبقى هنا كل دول نوت هنا كي زائد 1 يبقى هنا كي واحد. اوكي فارجو ان الامور تبقى واضحه. المره الجايه ان شاء الله هنعوض بقى في المقدار ده ونحسبه مع بعض في الفيديو اللي جاي. يبقى احنا وقفنا عند الخطوه دي وقفنا عند هذه الخطوه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنستكمل ولو عايزين تقعدوا تحسبوها من الحاجات اللي عندنا. اوكي نكمل المحاضره الجايه ان شاء الله الجزء اللي هو حساب ديت ونكمل الفيرست اتريشن ان شاء الله. اوكي الله يعطيكم العافيه.